السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الحريق في أحد الخزانات التابعة لمصافي عدن. أكدت شركة مصافي عدن إخماد النيران في أحد الخزانات التي اندلع فيها الحريق يوم الجمعة الماضي وانتهى أيضا الخطورة على المصفاة. وأضاف بيان الشركة أن الحريق الذي نشب في الخزان امتد إلى خزان آخر وليس له أي تأثير على منحة المشتقات النفطية السعودية أو عمليات تموين السوق المحلية. بيان الشركة أشار إلى أن الانفجار كان ناجما عن الضغط الذي حدث عقب وصول النار إلى قاع أحد الخزانات. نتوقف عند هذا الحدث لنناقش في محورين: أسباب وآثار اندلاع حريق في مصافي عدن، ودور الحكومة الشرعية والتحالف في حماية المنشآت الحيوية في العاصمة المؤقتة. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. ليست حرائق الاغتيالات وحدها من تلبد سماء العاصمة المؤقتة عدن، بل إن حريقاً آخر استهدف أحد الخزانات النفطية التابعة لشركة المصافي. الانفجار الذي أصاب أكبر مصافي تكرير النفط في البلاد أدى وفق مصادر محلية إلى إصابة نحو 21 شخصاً من عمال الإنقاذ. بيان شركة المصافي أوضح أن الانفجار كان ناجماً عن الضغط الذي حدث عقب وصول النار إلى قاع أحد الخزانات وامتد لاحقاً ليصيب خزاناً آخر، لافتاً إلى أن الشركة ستبدأ بالتحقيق بالتعاون مع السلطات الأمنية في أسباب نشوب الحريق. وفيما لا تزال المعلومات غامضة إزاء الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق، أكدت المصافي إخماد النيران وانتهاء الخطورة على المصفاة. الشركة أكدت أن لا تأثير يمكن أن يكون لحريق المصافي على عمليات تموين السوق المحلية أو منحة المشتقات النفطية السعودية. وبالعودة إلى ذاكرة الأحداث، فقد تعرضت مصافي عدن للاستهداف خلال العام 2015 نتيجة المعارك بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، ما أدى إلى توقف العمل في المصفاة لمدة عام. وتعد مصفاة عدن من المنشآت الهامة في البلاد، كونها مسؤولة عن تزويد محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة والمحافظات الأخرى بالمشتقات النفطية، ما قد يؤدي التوقف عن العمل فيها إلى نقص حاد في المشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي نتيجة نفاد المخزون من المحطة الكهربائية. وعلى الرغم من مرور نحو 3 سنوات على تحرير العاصمة المؤقتة عدن، إلا أن الحكومة تظل عاجزة عن تطبيع الحياة في المدينة، بل إنها فشلت أيضا في تأمين المنشآت الحيوية ومنها مصافي عدن التي يرجح تعرضها لعمل تخريبي. إذن مشاهدينا نستهل النقاش، وينضم إلينا من عدن كبير مهندسي مصافي عدن السيد سعيد محمد. سيد سعيد مساء الخير. يا مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد سعيد، يعني هل لك أن تحدثنا عن الوضع في مصافي عدن وما وصلت إليه الأمور حتى الآن؟ الوضع الآن الحمد لله مستقر. تم إخماد الحريق الذي نشب في أحد خزانات المصفى في يوم الجمعة مساء، وكان ناتج عن انفجار في الخزان ثم اشتعلت النيران. حتى الآن لم نتمكن من معرفة السبب، وهناك لجنة شكلت من قبل الأخ وزير النفط والمعادن، لجنة محايدة تقوم مباشرة اليوم بالتحقيق في الحادث. ايضا من جانبنا احنا كمصافي ايضا شكلنا لجنه فنيه تقوم بالتحقيق في الموضوع، وان شاء الله عند الوصول الى اي نتائج سنقوم بالاعلان عنها. نعم. حاليا خمدت النيران تماما والوضع مستقر تماما. نعم، لكن سيد سعيد يعني انت كخبير يعني واحد كبار المهندسين في المصفاة، يعني من خلال نوع الحدث الحاصل في هذه المصفاة مؤخرا، يعني هل ترجحون أن تكون العملية يعني عائدة على حادث عرضي، أم أنه يعني قد يكون للأمر أبعاد أخرى وهناك يعني أسباب أخرى؟ أريد أن أؤكد أن الوضع في المصفى آمن تماما، يعني والإجراءات الأمنية مشددة في المصفى، ولا يوجد ما يستدعي للقلق. عندنا شركة صينية تعمل في محطة الكهرباء، بناء محطة كهرباء جديدة مؤمنة تماما، فلا في
في إعطاء المعلومة قبل أن تنتهي اللجنة من تحقيقها. نعم، لكن هل يعني من أسباب يعني قد تؤدي إلى حدوث هذا الانفجار أو توقع لحدوث انفجار كهذا في أحد الخزانات للمصافي؟ أريد أن أؤكد أنه بالنسبة للمنشآت النفطية دائما ما تتعرض مثل هذه الحوادث. هذه مصفاة والمواد الموجودة فيها كلها مواد مشتعلة، ممكن تشتعل في أي لحظة لأي سبب. نعم. فهذه الأحداث تحصل حتى في المناطق المستقرة تماما اللي ما فيها شيء أحداث. وكم المصفاة انتهت بهذا الشكل، إنما الحمد لله إلى الآن الوضع عندنا مسيطر عليه تماما. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي سيد سعيد. أشرك معنا في الحديث سينضم إلينا المحلل الاقتصادي من ماليزيا سيد عبد الواحد العوبلي. سيد عبد الواحد مساء الخير. مساء. سيد عبد الواحد، يعني لعلك اطلعت أو تابعت ما يدور في العاصمة المؤقتة عدن وتحديدا في مصفاة عدن، يعني انفجار ضخم ويعني الجميع يعني في العاصمة المؤقتة عدن شاهدوا ويعني أثار حالة من الهلع في لدى السكان القريبين من المصفاة. يعني لو تطلعنا على الآثار الاقتصادية لما حدث مؤخرا في المصفاة. سيد عبد الواحد هل تسمعني؟ الصوت قطع لكن الآن أسمعك. نعم، أنا كنت قد سألتك يعني لو تطلعنا عن الآثار الاقتصادية لما حدث مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن بالانفجار الذي حدث في أحد المصافي. أوكي، عموما فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية فلحد الآن لا توجد آثار اقتصادية بحكم أن المصافي تعمل، لكن القضية فيها أن هناك آثار اقتصادية مستقبلية ستتحملها البلد وأعباء إضافية بسبب استمرار في محاولات تعطيل إيقاف المصافي. لم تكن إدارة المصافي ولا أحد الجهات الحكومية ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الانفجار؟ هل هو هجوم؟ هل مشكلة فنية أو ماذا بالضبط؟ نعم. كل ما حصل أن هناك انفجار أثر على أحد الخزانات وكان سيؤدي إلى على بقية أجزاء المصفاة، وهذا هو كل شيء. الخوف أو لنقول أن السيناريو السلبي الذي أتوقعه أن هناك من يحاول إبقاء المصفاة خارج الخدمة لخدمة أغراض أو أهداف ناس معينين أو مستفيدين معينين من نعم. توقف المصفاة. إن كما نعرف المصفاة تشغيل المصفاة من الخارج قد يكون لهم بقاء المصافي خارج الخدمه، وبالتالي هذا الحدث قد يكون احد الطرق. سيد عبد الواحد اعتذر منك، هناك مشكله يعني واضحه في سماع صوتك، وانما سيقوم منتج الحلقه بالتواصل او الاتصال بك مره اخرى، وريثما يجهز الاتصال سأعود إليك من جديد. أذهب لضيفي من عدن الكبير مهندسي مصفاة عدن سيد سعيد محمد. يعني لعلك سمعت لي حديث السيد عبد الواحد العوبلي في البداية يقول أنا يعني ما حدث يعني قد لا يكون حادث عرضي كما يعني يرجح البعض، لأنه هناك أناس مستفيدون من بقاء أو من تعطل مصفاة عدن عن العمل، وبالتالي يعني قد تكون أفكار كأن هناك شخص أو جهة متسببة في هذه الحادثة الأخيرة، يعني أمر وارد بشكل كبير.
اهلا وسهلا اخي. الزميل نحن في مصافي عدن كقيادة لهذه الشركة هناك جهود كبيرة جدا تبذل، جهود حثيثة لإعادة تشغيل المصفاة، وهذه الجهود جادة جدا. يتم الآن بناء محطة كهرباء وفي ترميم لوحدات التكرير، ونكاد ننتهي من الترميم، وإن شاء الله في خلال الأشهر القليلة القادمة ربما ننتهي أيضا من بناء محطة الطاقة التي تقوم ببنائها شركة مصافي عدن بجهودها الذاتية. فهذا الجهود هذه الجهود كلها وحماس الناس وموظفي الشركة لا يمكن أن يتم تجاهلها بهذا الشكل، ويقال بأن هناك تريد أن لا تعمل المصفى، القيادة المصفى، وهناك متابعة حثيثة أيضا من قبل المسؤولين في الدولة مثلا بالأخ وزير النفط، فخامة رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، إدارة الشركة اليوم هذا، وحث على عودة المصفى إلى العمل. فلا أعتقد، نحن نعمل بمهنية بعيدا عن أي أغراض أخرى. فأعتقد أنه لكن أفهم منك سيد سعيد أن المصفاة لا تواجه أي مشاكل منذ البداية ما بعد الحرب بمسألة عرقلة عمل المصفاة، يعني ألم تواجه إشكالية كهذه خلال الفترات السابقة؟ لا توجد أي إشكالية، فقط الإشكالية الموجودة هي الإمكانيات فقط. نحن اليوم زارنا الأخ رئيس الوزراء وطرح عليه بمساعدة المصفاة من خلال تحصيل المديونية التي على الغير لنتمكن من إنجاز الأعمال التي نقوم بتنفيذها حاليا، ووعد خير بهذا الجانب. نعم. الموضوع بالنسبة لنا هو موضوع مادي بحت، يعني لا أعتقد أنه في أي عائقات أخرى. نعم، لكن لو تحدثنا سيد سعيد عن آخر إحصائية للجرحى من عمال الإنقاذ الذين ساهموا في احتواء الحريق. بالنسبة للجرحى حوالي 15 موظف في مستشفى مصافي عدن. نعم. وهناك رعاية تامة لهم، وزارهم اليوم العناية الكاملة، ونتمنى لهم الشفاء العاجل بإذن الله. لا يوجد حالات وفاة؟ لا توجد حالات، هي إصابة خفيفة إن شاء الله أنهم. طيب سيد سعيد، يعني هناك أيضا شكاوى من المواطنين في عدن يقولون أن المصفاة صرحت مساء الجمعة بعد الحريق بساعات أنه تم احتواء الأمر، ويلاحظ إلى يوم السبت الظهر وما زالت الحرائق مشتعلة في الداخل، يعني لو توضح لنا عن حول هذه النقطة تحديدا. هي المشكلة هي في التفسير الكلام، الاحتواء غير اخماد الحريق. احتواء الحريق يعني محاصرته وعدم انتشاره، هذا معناه الاحتواء. اما بالنسبه للانتهاء الحريق انتهى تماما ليله امس صباح هذا اليوم، تم نعم. اخماده تماما. نعم، اذا وضحت الصوره. اشكرك جزيل الشكر كبير مهندسي مصافي عدن السيد سعيد محمد، كنت معنا من العاصمة المؤقتة. عاد إلينا مجددا ضيفنا من ماليزيا المحلل الاقتصادي السيد عبد الواحد العوبلي. سيد عبد الواحد، يعني نعتذر منذ قليل يعني لم نستطع سماعك، وبالتالي أعدنا الاتصال من جديد. يعني هل تسمعني جيدا الآن؟ نعم أسمعك أخي شادي. تمام، إذا سيد عبد الواحد، يعني كما طرح كبير مهندسي مصافي عدن أن يعني حادث كالذي حدث في المصفاة مؤخرا هو دائما ما يتكرر في منشآت كهذه بين فترة وأخرى. أول شيء أنا لا أعرف على أي أساس بنى هذا الجوان المهندس من مصافي عدن. كلنا نعرف أن هناك مصافي، ونعرف مصافي عدن نفسها لم تتعرض لمثل هذه
الحوادث والعقود السابقة إلا إذا كان بسبب تفجير أو بسبب هجوم خارجي، هجوم مسلح. أما حريق لسبب غير معلوم وغير واضح فهذه هو المرة الثانية عليها نراجع سجل الحوادث في مصر. لأنه حسب ما صرح لنا سيد عبد الواحد يقول أن الجانب الأمني مؤمن بشكل يعني بدرجة عالية في المصفى. نعم. وبالتالي التحقيقات جارية لمعرفة ما الذي حدث بالضبط، ولكن الأمر يعني لا يرجح أن يكون لطرف أو جهة فاعلة في هذا الأمر. نعم، نحن نؤكد على أن الوضع الأمني في المصفى جيد، والمصفى بنيت منذ خمسينيات القرن الماضي، تتكلم عن نصف قرن من الخدمة، ولكن يظل ثقتنا كبيرة بمهندسينا. ولكن المشكلة هي والخوف من أن يكون الحادث مدبر، وهذا أنا ما أرجحه شخصيا. نعم. لأني أنا أستغرب من كلام المهندس أن يقول أن هناك مشكلة في الإمكانيات لإعادة تشغيل أو إعادة المصفى إلى الخدمة، على الرغم أن الملايين التي تصرفها الدولة في استيراد المشتقات النفطية تساوي أضعاف ما يمكن أن تحتاجها المصفى لأن تعود للقيام بعملها. ونحن منذ ثلاث سنوات منذ تحرير عدن ننتظر ونتابع أن هناك عمليات صيانة جارية وعمل يجري على قدم وساق لإعادة المصافي للخدمة. ولكن أكرر هنا أن هناك جهات نافذة وأشخاص بعينهم يهمهم أن تبقى المصافي خارج الخدمة. هو طبعا سيد عبد الواحد هذه النقطة يعني يتحدث بها الكثير من المهتمين في الجانب الاقتصادي والمحللين أيضا، ولكن ما أوضحه لنا المهندس سعيد محمد يقول أن يعني مسألة العوائق التي تواجه المصفى هو فقط كان في الجانب يعني الدعم وقدرة المحطة على إعادة تشغيلها من جديد، أما أن تكون هناك أطراف لا ترغب أن تعود المصفى للعمل من جديد فالأمر هذا غير وارد، كون يعني جميع الناس مجمعون على أن تعود المصفى للعمل. جميع الناس يمين أن تعود المصفى إلى العمل، ولكن هناك من يعمل هذا الإجماع. وكما ذكر المهندس أن هناك مشاكل في الإمكانيات، ويدعي أن لا يوجد دعم كافي أو لا توجد ميزانية كافية، على الرغم زي ما قلت لك قبل شوية أنه ما تكلفه المصفى لإعادة تشغيلها أقل بكثير مما تصرفه أو تنفقه الدولة حاليا مقابل شراء المشتقات النفطية. أنا ممكن أعطي لك أرقام، أن الدولة مثلا تستورد ما بين 60 إلى 70 إلى 80 مليون دولار مشتقات نفطية شهريا من الخارج، ويقوم باستيراد هذه المشتقات تجار بعينهم ويقومون بإعادة بيعها للحكومة اليمنية. فتكلفة إعادة المصافي إلى الخدمة وبالتالي تمكنها من تكرير النفط القطري المغرب لن يكلف حتى 5% من هذا المبلغ، يعني الدخل من مار يصل إلى عدم تكلفة ولم تتجاوز $6 في البرميل الواحد، وبحسبة إجمالية نحن لن نحتاج أكثر من 3 مليون 4 مليون أو حتى 5 مليون دولار لنحصل على نفس الكميات من المشتقات النفطية التي نستوردها من الخارج حاليا، ويمكن الاستعاض عنها توفير كل هذه الملايين بالحصول على مشتقات من مصافي عدن. انا اتمنى السلامه للزملاء والعمال الذي تعرضوا لاصابات اثناء قيامهم بواجبهم الوطني. نعم. واتمنى من اداره مصافي عدن ان تراعي الله وتراعي حق الوطن وتراعي حقوق هؤلاء المواطنين الموظفين الذي اصيبوا في الحادث، وأن تحاول قدر الإمكان أن تتجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل،
وان يسرعوا ليثبتوا حسميتهم. هم بيقولوا انه ما فيش حاجه عرقل لاعاده العمل المصفى، ليثبتوا حسميتهم، ليخرجوا نتائج التحقيق بكل شفافيه وكل وضوح للناس، يظهروا من المتسبب وما هي حيثيه هذا الحادث. نعم. لكي يظهروا صدقهم ونيتهم يعني تعود لنفسها وتستفيد منها البلد، وبالتالي لا تذهب تضحيات هؤلاء الموظفين السودان. نعم، لكن سيد عبد الواحد، هل يمكن الربط بما حدث؟ يعني هناك تقارب زمني في الأحداث في مناطق الشرعية وبالتحديد في مناطق الجنوب، يعني هناك حدث في العند وبالمقابل تبعه حدث ما حدث في العاصمة المؤقتة من انفجار في مصافي عدن، هل يعني يمكن أن يوضع احتمال أن يكون هناك طرف فاعل فيما يحدث أو فيما حدث في المصفاة بالفعل؟ مبدئيا أنا لست مقتنعا على الحيثيات العسكرية والسياسية للموضوع، ولكن من المتابعة عرفت أن الحوثي نفى أن يكون له أي صلة بالحادثة، أو أن يكون هناك أي هجوم تبناه الحوثي أو أي طرف آخر. ولتوضيح هذا الشيء نحن بانتظار نتائج التحقيق وما ستظهره من حقائق ليعرف الناس أسباب هذا الحادث وحيثياته. أما ما حدث وسياسيا مفترض أن المنطقة التي توجد فيها مصفاة عدن منطقة مؤمنة من البحر ومؤمنة من البر وبعيدة عن أي استهداف من قوى الانقلاب. فأنا كذلك أكرر لست خبيرا بهذا المجال، ولكن لا أرجح فرضية أن يكون هناك هجوم من قبل قوى معادية. نعم، لكن هنا تساؤل سيد عبد الواحد في مسألة يعني الحكومة الشرعية في مسألة تأمين المنشآت النفطية، ربما منذ يعني أن أعيد تشغيل بعض المحطات وآبار النفط وأيضا المصافي، يعني وجدنا عمليات أو انفجارات بين فترة وأخرى، وبالتالي هل يمكن القول أن الحكومة الشرعية أخفقت أو لم تتمكن من تأمين المنشآت النفطية بشكل جيد حتى الآن؟ لنكون واضحين وصريحين أخي شادي، الحكومة ليست هي من يسيطر على الأرض. نعرف أن هناك قوة خارجية تستأجر أو توظف بعض من الميليشيات أو من القوى في الداخل للحفاظ على مصالح هذه الدولة الأجنبية. نعم. وبالتالي الحكومة فعليا لا تسيطر على كافة التراب اليمني في المناطق التي يدعون أنها محررة من القيادة الحوثي ودخلت احتلال دول أخرى. نعم. فنحن نجد يعني يمكن عشان نحاول نربط حادثة في عدن وحادثة بناء بالحافة النفطي تصدير الغاز المصري، يمكن عاوز تربط بين الحادثتين صح؟ نعم. لاحظنا انه كان في مشاورة او كان في محاولة من قبل الحكومة في إعادة تصدير النفط ونفاجأ بعدها ربما بسويعات ان يحصل هذا على ميناء الحافة او من الحافة كتهديد كإدارة رسالة انه من غير المسموح لليمن الحكومة اليمنية ان تستأنف نشاطها للحصول لتتمكن من الحصول من النفط والغاز. وبالتالي اكرر ما قلته سابقا ان هناك جهات بعينها مفترض التحقيقات تظهر من هم يعملون بشكل جاد لعرقلة أي خطوة تشكل أو ستؤدي إلى تحسين وضع الاقتصاد الوطني. نعم. وبالتالي تمكين الحكومة اليمنية من مواردها الاقتصادية. نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر المحلل الاقتصادي سيد
عبد الواحد العوبلي، كنت معنا من ماليزيا، وبهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر أيضا ضيفي كبير مهندسي مصافي عدن السيد سعيد محمد، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة. نترككم في رعاية الله.